السلام عليكم ورحمة الله. نشرة جديدة من أخبار الكرة العراقية، أهلا وسهلا بكم. تأهل رسميا منتخبنا الأولمبي العراقي إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام العام المقبل في الصين، وذلك بعد تصدره المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة أثر فوزه على المنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير فيصل بالعاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة الثالثة من النهائيات الآسيوية. افتتح حسين علي أهداف المباراة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 28 من ضربة حرة خدعت الحارس واستقرت في الشباك، ومن كرة عرضية أرسلها على مهاوي تمكن اللاعب أيمن حسين من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45. شهدت المباراة حالة طرد المهاجم العراقي أيمن حسين في الدقيقة 66، وقال مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهد في المؤتمر الصحفي أن الفوز الذي تحقق على المنتخب السعودي لم يكن سهلا، بل إننا واجهنا منتخبا مميزا وصعبا. بارك للجماهير العراقية التأهل إلى نهائيات آسيا، والجميع يبحث عن النتائج في هكذا تصفيات، لذلك رغبتنا كانت واضحة بأن الحسم سيكون لصالحنا. يذكر أن العراق هو بطل النسخة الأولى من كأس آسيا الأولمبية التي انطلقت مطلع عام 2014، وكذلك احتل المركز الثالث في النسخة الثانية التي أقيمت العام الماضي في قطر. وقع رسميا مدافع القوة الجوية ومنتخبنا الوطني العراقي سعد ناطق على كشوفات نادي العرب القطري لتمثيله في عقد يمتد لثلاث سنوات قادمة. يشهد يوم الأربعاء القادم المصادف 26 من تموز افتتاح ملعب نيسان الأولمبي الذي يتسع على 25,000 متفرد، ذلك في تمام الساعة 8 مساء في حفل افتتاحه لمدة ساعة، وبعدها تبدأ مباراة الافتتاح بين نادي الزوراء ونادي نفط النيسان.